يعني عندنا النهارده فقرة مهمة جدا جدا بوجود النجم الكبير مصطفى يونس نجم الكرة المصرية، واحد من أهم اللاعبين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية في مركز طبعا قلب الدفاع، واحد من أهم الناس كمان اللي لما بيكونوا ضيوف أنا بستمتع بيهم سواء كان معايا أو كان في أي برنامج آخر، لأن بيجبر أي مشاهد بصراحته المعتادة اللي ممكن تخسره ناس كتير وأصدقاء ممكن يكونوا مقربين ليه فترة من الفترات، لكن هو ما بيهموش دايما، هو بيتكلم بما يملي عليه ضميره، وهو دوت أهم حاجة وأهم ما يميز مصطفى يونس نجم الكرة المصرية. كابتن مصطفى برحب بيك. اسلام، انا اللي سعيد جدا بوجودي معاك، واحنا انا اتاخرت كتير الحقيقه في ان انا اكون موجود معاك او في البرنامج الممتع والمجموعه اللي معاك، اذا كان مجدي ولا ابراهيم سعيد ولا فاروق ولا رضا. لا رضا ده شبراو زي حالاتي يعني برضو نفس السكه يعني. لا وانا بشكرك اولا على المقدمه وبشكر الاعداد على الفيلم دوت، لان في ناس بيقولوا انت لعبت في النادي الاهلي ازاي، يعني بيسالوا ازاي مصطفى يونس ده لعب في النادي الاهلي وازاي مصطفى يونس كان كابتن النادي الاهلي. تخيل تخيل يعني بتستغرب يا كابتن لما بيتقال دوت؟ لا مش بستغرب، بيصعب عليك نفسك؟ لا 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 لا، انا بص لان ده بيقبض فلازم. مين اللي بيقبض؟ اللي بيكتبوا الكلام ده. ما هي منظومه لسه لغايه دلوقتي. طبعا طبعا، امال ايه يعني لسه لغايه دلوقتي؟ طبعا، وهتفضل لحد لما يجي حد يلغي الموضوع ده، يبقى هو اللي يواجه وهو اللي يقابل وهو اللي يدافع عن النادي الاهلي، مش اشتري شويه مش عارف ايه عشان يدافعوا عني او يدافعوا عن النادي، ولاده اللي يدافعوا عنه. في فرق ما يطلع مصطفى يونس يدافع عن النادي الاهلي، في فرق ما بين واحد من الشارع او بيشجع النادي الاهلي. هو الخطيب مش من ولاد النادي الاهلي؟ لا، الخطيب ابن نادي النصر. نعم، ابن نادي النصر الخطيب الأسطورة. أسطورة أسطورة، مش هيجي زيه في الملعب. الخطيب اللي عمل يعني اسمه وتاريخ كبير جدا في النادي الأهلي. أعظم من لمست قدمه كرة القدم. مش ابن النادي الأهلي؟ لا، هو جه من نادي تاني، جاب استغنى. أنا ما جبتش استغنى، عبد العزيز ما جابش استغنى، إكرامي ما جابش استغنى. أنت بتتكلم على اللي متأصلين جوه النادي الأهلي. أيوه اللي ليهم جذور جوه النادي. الخطيب ليس له جذور جوه النادي الأهلي. خلينا برضو مش عايزين نقول يعني ملوش جذور، هو ليه جذور، بس في فرق جذور. أنت ابن شرعي وأنت جاي من بره معامل محلل. محلل ان انا جايب استغنى من نادي. الخطيب كان راح الاسماعيلي. الخطيب كان راح الاسماعيلي واتمرن مع الفريق الاول، ومستر تومسون كان يعني مبهور. واللي جابه فتحي نصيري اللي هو مشاه امبارح، واللي راح للنادي، اللي راح نادي الاسماعيلي وراح لوالده وجابه وراح لقريبه الله يرحمه عمو الشيمي في نادي الترسانه، وقال له اروح للزمالك اروح الاسماعيلي ولا الاهلي؟ قال له ابن الاهلي يعمل لك كل حاجه. ففتح نصير اللي مشاه من القناه المره اللي فاتت، يعني دلوقتي مشاه من القناه.